حبه متى حق احمد؟ احنا اصحاب لنا 20 سنة حق حسين. عشرة عمر احنا خلاص. عشرة عمر يا راجل. مصاحبني من امتى حق شعيب؟ لي 15 سنة. ليك 15 سنة؟ 15 سنة. وانا عمري ما اخونك حق شعيب عشان خاطر الصحابية حق حسين. احنا حق احمد نطلع ولا ابوه؟ تطلع تلاقيني. من يوم ما طلعنا على الدنيا واحنا عارفينك اصحاب اكثر من الاخر حق حسين. انا بعتبرك اكثر من اخويا حق حسين. واحنا مصاحبينك اخونا الكبير. وانت صاحبي. ان شاء الله تكون صاحب الصحاب باذن الله. حاجة احلى حاجة الصحاب في الدنيا حق حسين. بس أهم حاجة, أهم حاجة ما يكونش في خيانة بين الصحابة لا طبعا إيه؟ أهم حاجة ما يكونش خيانة في بين لا الصحابة لا فيش خيانة رجل إيه أمال إيه ده حق أحمد إيه شوف كده حق حسين شوف الحق حسين إيه اللي لقيته ده حق حسين كيف هو يا حق أحمد لقيه من القديم ربنا كرمنا إحنا والثلاثة إحنا ثلاثة أصحاب مش هنخونوا بعضينا إحنا الثلاثة مع بعضينا بعد العمر ده كله ثلاث 20 سنة أصحاب وربنا يكرمنا ربنا كرمنا إن شاء الله مالهم دول لما المالهم لقي ايه؟ لقوا لقيه شكلهم باين عليهم اه والله لقوا لقيه شكلهم تعال ندسلهم تعال ندسلهم كنا قلنا حاجه هاي ندسل هاي بجيبهم اللي بحنا تعال جاي تعال جاي بس صبر ابوي يا حق يا حق حسين يا حق شيب ذهب يا فرج الله ذهب ذهب من الجديد ذهب بتاع زمان شايف الحته دي يا حق احمد الحته دي تعيشك ملك بص تعيشك ملك ذهب ذهب يا اصحابي ده اسري ده الصحاب لقيوا ذهب شوف لقيه حلوه ذهب اللهم صل على النبي شايف الحته دي حق احمد دي تتباع بالجرام دي شايف الحته دي الماس ده كله ياه ذهب يا جدعان اقول لك يا حق احمد انا مش جعان انتوا جعانين لازم ناكل لازم المفاجاه الحلوه اللي احنا لقيناها دي ناكلوا لقمه عليها أنا بس انا البيت بتاعي بعيد انا لما اقسم هنجيب لكم رغيف فاهم انت نسد جوعنا بيع دلوقتي اي حاجه اي حاجه اهم حاجه ناكل مع بعضنا لقمه بس حاضر حق طول شي مستنيينك احنا لقينا ذهب عشان ابو عيش وملح شايف هذا الشيء هنقول لك ايه يا راجل اصحاب مين ده احنا لازم نخلصوا عليهم قبل القسم علينا وانت الموتوه ندفنوه هنا ولا نسيبوه يا راجل ندفنوه في اي مكان القصه بتاعته تحت النخله هنا شايف دي شايف دي تعيشنا ملوك دي تعيشنا احنا لازم نسيبك انت اصحاب مين بلا اصحاب يا راجل صاحبي وصاحبك على القهوه على القهوه الحاج احمد دي تعيشنا ملوك ايام زمان تعيشنا ملوك انا لازم نسمهم وناخد الذهب واحد اللي لقيناه انا والحق حسين والحق شعيب لازم نسمهم وادي السم السم انا هنسمهم خلي السم ده الباقي برب يكون قابلنا حاجه تاني السم لازم تسمى حق حسين والحق شعيب ليه بتلعبوا في الحاجه اللي مش بتاعتكم اتفرج عليهم اتفرج عليهم يا حاج جايبنا وكيل جايبنا وكيل الله يفيك بركه يا حاج والله العظيم فيك بركه والله العظيم والله فيك بركه والله حاج والله العظيم فيك بركه والله كل يا حاج شعيب جايبناش حته تغموس فيهم جينا حق حسين جينا دقيقه حق احمد دقيقه كلك لقمه دقيقه طيب سيبك من بطنك انا بطنك دقيقه حق احمد دقيقه انت لازم تغور في ده يا خالص لو انت خالص حسين لا يغور غور بعد عننا سير على نفسك قلنا لقمه الحجاج بعد ما نطلوب نشوف القصه دي يعني نصرف فيها ازاي خذ يا فلوس لكن راجل ضلالي ده لقيوا ذهب هم كان هاي قسم الدنيا تخبط ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ امري اويا دقحتينا امري ده سمو مال ايش اللي كان ياكل فيه السمو؟ هذا خلوا اكل ثلاث اصحابه خلوا بعضيهم خلوا بعضيهم يا مروا عاملين فيها شيوخ بلد واصحاب في منهم احسن ثلاث اصحاب في البلد واقفين في بعض الناس اقول عليهم احسن ثلاث اصحاب في البلد ايوه بص عليهم بعض تمام ايه اللي حصل؟ كل العشرة الذهب فيها عايزين بعض عايزين نعمل حاجة ثلاثة أصحاب يا عم وخانوا بعضيهم